بعد تسجيل زياش لهدف الفوز على زامبيا فاتي جمالي تقوم برد فعل غير متوقع ذاك الذي صدر من الممثلة المغربية فاتي جمالي بعد تسجيل الدولي المغرب حكيم زياش هدف الفوز على المنتخب الزامبي البارحة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023 واختارت فاتي جمالي حسابها بموقع الانستغرام لتحتفل بهدف زياش في شيبياك مرمى المنتخب الزامبي وهو الفوز الذي منح المنتخب المغربي صدارة المجموعة السادسة بسبع نقاط ونشرت جمال مقطع فيديو لحظة تسجيل زياش للهدف وذلك تعبيرا عن فرحتها كما أرفقت الشريط بكلمة ياس وذلك في إشارة إلى أن الأسود فعلوها ومنحوا الصدارة للمنتخب المغربي ويبدو ان جمال ارادت اظهار حسنانيتها وتجاوز سوء الفهم الذي وقع بينهما في وقت سابق بعدما وصفت اللاعب المتكبر اثرى رفضه مصافحتها والتقاط صوره معها خلال تواجده باحد المراكز التجاريه في تركيا